نحن في قسم السنة الرابعة ابتدائي، قسم جميل جدا، قسم سنة عفوا المعلمة تحتاج قسم السنة الخامسة ابتدائي. قسم رائع وجميل جدا بلمسة المعلمة، كل هذه الرسومات رسومات المعلمة بارك الله فيها، التلاميذ مشرئبون ينظرون إلي. هذا جناح الفرنسية طبعا، ولمسة خاصة تاع معلمة العربية المفيدة في الأسفل، المشروع الثاني للفرنسية. هذا طبعا قسم السنة الخامسة، وراح تشوف أنها مجهز. الشجرة هنا شجرة التشجيعات طبعا، لكل من بقي يدي فكرة يأخذ فكرة عن قسم سنة خامسة ابتدائي. قسم رائع جدا، وطبعا كله بصمات المعلمة التي لم تدخر جهد من العام الماضي لتكييفه وجعله قسم سنة رابعة ثم قسم سنة الخامسة. تدرسون السنة الخامسة؟ نعم خامسة هكذا. طبعا قسم سنة، قسم واسع مرح، نتمنى التوفيق للتلاميذ وللمعلمة إن شاء الله. إن شاء الله طبعا كل هذه الأشياء من إنجاز المعلمة وحدها. هذا معرض الصور لما مازال ما كملتش المعلمة، المعرض مازال ما ثاني ما كملش. وهذا هو منظر القسم من الخلف، نتمنى لكم التوفيق.